السلام عليكم. شركة مايكروسوفت صارت تملك اسطول ضخم من شركات تطوير الالعاب. في هذا الفيديو بنذكر لكم ابرز الشركات اللي تملكها وايش هي الالعاب اللي تملكها وايش نتوقع منها في المستقبل. قبل ما نبدا لا تنسوا تزر لايك واشتركوا في القناة، والحين خلونا نبدا. اول شركة معنا هي اكتيفيجن بليزرد، واللي تم الاستحواذ عليها مؤخرا بمبلغ 70 مليار دولار. هذه الشركة كانت ناشر، وبين يوم وليلة تحولت لشركة تابعة لمايكروسوفت. الشركة تحت مظلتها استديوهات كثيرة، أهمها الثلاثي تراي آرك وسلج هامر جيمز وإنفينيتي وورد. هذه الاستديوهات مشهورة بسلسلة كول أوف ديوتي بكل أجزائها، وكل سنة بنشوف جزء مختلف من واحد من الثلاثة، وآخرها جزء فانغارد من استديو سلج هامر. طبعاً إنفينيتي وورد هو الأساس والاستديو الأصلي لسلسلة كول أوف ديوتي. غالباً راح نشوف منهم جزء جديد لمودرن وارفير خلال الفترة الجاية. طبعا مع الاستحواذ ممكن تتغير بعض الاشياء، ممكن نشوف فترة اطول لتطوير الجزء عشان المطورين ياخذون راحتهم، وممكن كل استوديو يطلع بفكرة جديدة للعبة مختلفة. في استديوهات ثانية مساندة للسلسلة منهم هاي مون استوديوز وريفن سوفتوير، وعندنا ايضا استوديو تويز فور باب. هذا الاستوديو مهم جدا لمايكروسوفت لانه يطور العاب تفتقدها منصة الاكس بوكس، وهي العاب العائلية والبلاتفورم. انتم متخيلين ان كراش صار ملك حصري للاكس بوكس وفوقهم سبايرو بعد؟ ايوه، هذا الاستوديو هو المسؤول عن تطوير الريميكات اللي شفناها مؤخرا، من ضمنهم كراش 4، وحاليا الاستوديو يساعد في لعبة وارزون، لكن على الاغلب هذا الشيء راح يتغير قريب مع هذا الاستحواذ. وما ندري، يمكن اخيرا مايكروسوفت حصلت الاستوديو المناسب اللي يطور لعبة بانجو كازوي جديدة. وفي استوديو بينوكس، مهمة الاستوديو هذا الاساسية انها مساندة لباقي الاستوديوهات، وساعد في تطوير اهم الالعاب منها توني هوكس برو سكيتر 1+2، وايضا كراش تيم ريسنج نايترو فيولد. تعبتوا؟ لسه باقي، ترى حنا لسه داخل اكتيفيجن ما طلعنا منها. القسم الثاني عندنا بليزرد. الشركة تملك سلاسل مليونية ولها جماهير ضخمة، والشركة هذه لوحدها عدد موظفينها اكبر بضعفين من موظفين بثيستا. عندها العاب مثل ديابلو واوفر واتش وور كرافت. اما القسم الثالث فهي شركة كينج. هذه الشركة هي المسؤولة عن لعبة الجوالات كاندي كراش اللي موجودة في كل مكان، فيسبوك وكل مكان كنا نشوف. اما الان خلونا ننتقل الى بثيستا، وتعتبر اول ناشر تستحوذ عليه مايكروسوفت. الاستحواذ تم بمبلغ 7.5 مليار دولار، مبلغ يعتبر بسيط قدام اللي صرفته مايكروسوفت على صفقة اكتيفيجن. بثيستا عندها اكثر من استوديو مهم، اولهم بثيستا جيم ستوديوز، وهو المسؤول عن تطوير اثنين من اضخم سلاسل العاب الار بي جي، فول اوت والدر سكرولز، وهو اللي حاليا يطور اللعبة المنتظرة ستار فيلد. استوديو إد سوفتوير يعتبر واحد من أهم الاستوديوهات في الصناعة، قدم لنا دوم وكويك وسلسلة ديوك نوكم الشهيرة وغيرها من ألعاب الشوتر، وآخرهم كان لعبة دوم إترنال. الاستوديو حاليا ما أعلن عن أي شيء جديد، لكن قوة الاستوديو تخليك متحمس لأي شيء يقدمه. وآخر الإشاعات تقولنا ممكن يرجع بجزء جديد من سلسلة محبوبة عند الناس، والكثيرين يقولون انها ممكن تكون كويك. ثالث استوديو معنا هو اركين. اركين قدم لنا العاب رائعه مثل ديس انرد وبري، واخرهم كان لعبه ديث لوب واللي حصلت على جوائز وثناء النقاد بشكل غير طبيعي. الاستوديو يشتغل الحين على لعبه جديده حصريه للاكس بوكس اسمها ريد فور. وايضا عندنا استوديو الياباني تانجو جيم ووركس واللي يديره شينجي ميكامي صانع سلسلة ريزنت ايفل. شفنا من هذا الاستديو لعبتين، وهم الجزئين من لعبة الرعب The Evil Within، وحاليا جالس يشتغل على لعبة Ghostwire Tokyo، ورح تكون حصرية مؤقتة لجهاز بلاي ستيشن، لكن اكيد بنشوفها لاحقا على الاكس بوكس. وفي ايضا استديوهات ثانية منها ماشين جيمز اللي طوروا لعبة وولفشتاين The New Order، ويشتغلون حاليا على لعبة انديانا جونز. وايضا استديو زيني ماكس اونلاين واللي طوروا سلسلة The Elder Scrolls Online، وغالبا هذا الاستديو راح يكمل الدعم على لعبة او يمكن يصدر لعبة اونلاين جديدة. الان انتهينا من بثيستا واستديوهاتها، ننتقل الحين للاستديو التالي. مايكروسوفت اسست استديو جديد بالكامل وفيه مطورين مخضرمين من روكستار ونوتي دوغز وغيرها، وسمت هذا الاستديو بذا انيشيتيف، واعلنوا انهم شغالين على لعبة Perfect Dark جديدة بتكون من منظور الاول وبمفهوم جديد،
لهذا النوع من الألعاب حسب كلامهم. الاستوديو اللي بعده هو بلاي جراوند، وهذا يعتبر من الاستديوهات القوية عند مايكروسوفت، وهو المسؤول عن سلسلة فورزا هورايزن واخرهم الجزء الخامس واللي حصل منها على جوائز كثيرة واللي اعطيناه حنا فريق ترو جيمينج لعبة السنة. والاستوديو يشتغل الحين على لعبة جديدة من لعبة الاكشن ار بي جي فيبل. وايضا استوديو تيرن 10 هو المسؤول عن سلسلة العاب فورزا الاصلية وحاليا شغال على لعبة فورزا 7 القادمة. وفي ايضا استوديو نينجا ثيري مشهور بالعاب الاكشن ودائما يقدم لعبه مميزه مثل هيل بليد وانسليفد وغيرهم، والحين جالس يشتغل على الجزء الثاني من هيل بليد. طبعا غير هذه الاستديوهات عند مايكروسوفت بعض الاستديوهات المعروفه مثل 343 المسؤول عن هيلو، شفنا منهم هيلو انفينيت وفي اشاعات تقول لهم شغالين على لعبه جانبيه من السلسله، واستوديو ذا كولشن المسؤول عن جيرز يطورون حاليا للجزء السادس من السلسله، وفي تقارير تذكر ان الاستوديو يشتغل على عنوان جديد بالكامل. وعندهم استوديو ان اكزايل ومن اهم العابه سلسله الالعاب الاستراتيجيه ويستلاند، ما اعلنوا عن شيء حتى الان لكن الاشاعات تذكر انهم شغالين على لعبه اكشن ار بي جي من المنظور الاول. وما ننسى استوديوهات اوبسيديان مشهور بالالعاب الار بي جي منها بيلرز اوف ايترنيتي ذا اوتر وورلدز وغيرهم، وعندهم الحين تحت التطوير اكثر من لعبه وهم اباوت وذا اوتر وورلدز 2. وايضا استوديو رير العريق واللي كان مع نينتندو في السابق بعد استحوذوا عليهم مايكروسوفت، واقوى عناوين العابه كانت بانجو كازوي وسلسله بيرفكت دارك الشهيره، وحاليا شغالين على لعبه ايفر وايلد اللي ما ندري ايش مصيرها او ايش بيصير فيها. وايضا عندهم استوديو دبل فاين برئاسه تيم شيفر الشخص اللي خلف عناوين العاب المغامرات المشهوره في التسعينات مثل مونكي ايلاند، واشهر عنوان لعبه لهم هو سايكونوتس وصدر الجزء الثاني منها مؤخرا. واستوديو اندد لاب هو المسؤول عن سلسله العاب ستيت اوف ديكي وحاليا شغال على لعبه ستيت اوف ديكي 3. وهذه كانت اضخم الاستوديوهات اللي تملكها حاليا مايكروسوفت والقوة الجبروتية لتطوير الألعاب اللي عندها. كل لعبة راح تصدر في اليوم الأول على خدمة الإكس بوكس جيم باس، يعني بيكون في توفير كثير جدا للفلوس. إيش تتوقعون الهدف الجديد اللي إكس بوكس راح تستحوذ عليه؟ هل تتوجه للسوق الياباني ولا السوق الأمريكي؟ اكتبوا تحت في التعليقات. يعطيكم العافية، كما فتشيحة ومع السلامة.